أبنائي الطلاب، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. النهاردة بإذن الله نبتدي الـ first lecture of nerve and muscle. وكعادتنا قبل ما نبتدي هنحب نجاوب أسئلة الـ multiple choice. فإحنا كان السؤال الأول compared to extracellular fluid, the intracellular fluid. كان الإجابة الصحيحة هي D for daddy, إن هو has almost the same osmotic concentration of extracellular fluid. يعني الانترا بيختلف عن الاكسترا في كل حاجة ما عدا في أربع حاجات، اللي هي الاسموتيك بريشر. وفهمناها ليه؟ لأن السيل ممبرين فريلي بيرميبل توت، بينفذ مياه كويس قوي، فعشان كده هما اتنين بيتفقوا في الاسموتيك بريشر. السؤال الثاني كان ايه الانديكيتورز اللي هي نوت يوز لاستخدام الانتراسيرا فلويد. دلوقتي انا عشان اعرف الانتراسيرا فلويد لازم يبقى عندي حاجتين، لازم اعرف التوتال بادي ووتر واطرح منه الاكستراسيرا فلويد يطلع الانتر. طب اول واحده ايه؟ الهيفي ووتر بتستخدم لمعرفه التوتال بادي ووتر. طب الانيرين والايفنس بلو داي في الاكسترا، يبقى كل ده صح. اسف، الانيورين والصوديوم ثايسانيت. الايفنس بلو داي دي بتستخدم في معرفه البلازما بروتينز، فتبقى دي هي الاجابه الخطا اللي مش داخل. يعني الهيفي ووتر هيساعدني في معرفه التوتال بادي ووتر، الانيورين والصوديوم ثايسانيت هيساعدني في معرفه اكسترسيلر، وانا عشان اعين الانترا لازم اعرف حاجتين، التوتال بادي ووتر بالهيفي ووتر، والاكسترا قلنا بحاجه من اثنين، يا اما بالانيرين يا بالصوديوم ثايسانيت. اطرح دي من ده يديني الانتر، يبقى الاجابه الخطا الايفنس بلو داي اللي هي سي، لان دي بتعين البلازما. السؤال الثالث ريجاردنج سيل ممبرين اول ار كوركت اكسبت. فين اللي غلط؟ ان ذا مور ذا ممبرين از اكتف ذا مور ايتس. قولها انت، ليبيد ولا كربوهيدرات ولا بروتين؟ بروتين هو الاكتف بارت، هو التشانلز، هو الكارير، هو الريسبتور، هو الانزيمز. يبقى هنا كاتب لي the more the membrane is active the more its lipid content. غلط، يبقى هي دي الاجابه الخطا اللي مطلوب. هو بيقول لي اختار الخطا، يبقى بي فور بيبي. انما ان الفوسفوليبيدز والبروتين موليكيولز الاثنين امفيباثيك، الليبيد موليكيول والبروتين موليكيول في جزء اللي بره الاكستيرو بيبقى هيدروفيلك، اللي ناحيه الميه بيحب الميه، واللي جوه الانتيرو بيبقى هيدرو فابك. فهما الاثنين الفوسفوليبيد والبروتين مولكيولز امفيباثيك، اوعى تنسى. وقلنا حتى بفتكرها امفيباثيك، تمسك قلنا مناخير الممتحن. السؤال الرابع ده كان صعب. سابستنس ايه وسابستنس بي؟ سابستنس ايه عندها 9 مرات الكونسنتريشن جريدينت بتاع بي، وعندها 9 مرات الموليكولار سايز، يبقى نسبه مرور ايه الى بي كام؟ دي مسالتين في مساله يا شباب. بالنسبة للموليكولار ويت، بالنسبة للكونسنتريشن جريدينت A عنده 9 مرات البي، وده تناسب طردي، يبقى A يتميز عن B 9 مرات بسبب الكونسنتريشن جريدينت. بس إيه أكبر 9 مرات دي؟ تديله مش تميز، ما أعرفش يعدي لأنه كبير. يبقى نعكسها، يبقى B الموليكولز بتاعته 9 مرات فرصتها لو تمر قد ايه؟ ده لو خدتها من غير الجذر التربيعي، احنا قلنا لازم ناخد الجذر التربيعي. فلما اخد الجذر التربيعي هتبقى بي خدت تميز جذر 9 ب3. يبقى ايه؟ بسبب الكونسنتريشن جريدينت تميزت 9 مرات. بي لان هي الاصغر تميزت 3 مرات، ما باخدش 9، ان باخد جذر 9 يبقى 3. فيبقى A متميزة 9 مرات بسبب الكونسنتريشن جريدينت، B متميزة 3 مرات بسبب الموليكولار ويت الصغير، ان هو اصغر منها 9 مرات بس باخد جذر 9 يبقى ب3. يبقى في النهاية A 9 و B 3، لما تاخد 9 ل 3 يبقى 3 إلى 1، يبقى الإجابة الصحيحة هي D. وهي مسألة تافهة. التميز لإيه بسبب الكونسنتريشن جريدينت 9 مرات تناسب طردي؟ بالعكس ايه انها اكبر، ده تناسب عكسي، بقت فرصتها اقل، بس مش ب9 مرات، فرصتها اقل 3 بس، لانك بتاخد جذر الموليكولار ويت.
طب ده متميزه 9 بسبب الكونسنتريشن جريدنت، دي 3 بسبب الميكرو ويت، 9 الى 3 هي 3 الى 1. السؤال الخامس ريجاردنج السمبل ديفيوجن، طبعا الاجابه الصحيحه كانت دي اوف اينز، بتحصل فقط عبر البروتين شانلز. طبعا في بعضكم بيتلخبط كتبها الكربون دايكسايد، الكربون دايكسايد ده بيعدي بوث، قلنا فاكر مين بيمر في كليهما، كلاهما الووتر والحاجات اللي دايبه في الميه، بس بشرطين زي ما قلنا سمول ميكرو ويت وان شارج، وكان احسن مثال عندنا الكربون دايكسايد. يبقى دي مره اخرى يا شباب حاول تحل الام اس كيو وتعرف انت وضعك ايه فيها، الام اس كيو مهم جدا. فالسؤال الاول هقولهم تاني في عجاله، الاجابه دي فور دادي، الثاني بي فور اسف الثاني سي فور كات، الثالث بي فور بيبي، الرابع دي فور دادي، الخامس دي فور دادي. ده اجابه الاسئله، ونبتدئ باذن الله الفيرست ليكشر في النهاية. يعني بالصورة دي صعب ان احنا مش عارف كان الارسال انقطع، بالتالي هو رجع تاني. احنا كاطباء ما يعنيناش كثيرا جدا المعلومات التفصيلية بتاعت الاستراكشر بتاعت النير، ثم ان ده سؤال هيستولوجي، فبليز بلاحظ بعض الزملاء الافاضل، وانا عارف ان في عدد من الزملاء بيسمعني، ما فيش داعي تضيع وقت الطلبة في محاضرة كاملة عمال تتكلم على الاستراكشر بتاع النيرف، امال بتوع الاستولوجي هيقولوا ايه؟ طيب نبتدي اول نقطه مهمه عندنا، ان النيرف سيلز يا شباب هي الاستراكشرال يونت اوف نيرفس سيستم، وده سؤال ام اس كيو، يعني الصفحه دي كلها ام اس كيو، ادي اول سؤال في الام اس كيو. وحده التركيب في الجهاز العصبي هي النيرف سيلز. طبعا اذكرك بالسؤال المماثل، وحده الوظيفه الفانكشنال يونت اوف نيرفس سيستم كانت هي الريفلكس ارك او قوس الانعكاس. يبقى ده اول سؤال، وقلت ده نوع من انواع الاسئله في الام اس كيو اللي هو حاجتين شكل بعض، ستراكشرال يونت وفانكشنال يونت. النيرف سيلز او النيرف سيل هي الستراكشرال يونت، الريفلكس ارك هو الفانكشنال يونت اوف نيرفس سيستم في الاعاده افاده. طب النيرف سيلز بتتكون من ثلاث اجزاء، دندرايت اللي هو غالبا بيبقوا عباره عن شورت ومالتيبل برانشز، وسوما، سوما يعني جسم الخليه، وبعدين اكسون، اهو ده الاكسون. اهم فرق بين الدندرايت والاكسون مش ان دول كتار وقصيرين وده واحد وطويل، مش هو ده الفرق. الفرق الاساسي اللي يخلي دول دندرايت وده اكسون ان الدندرايت بتشيل الاشاره العصبيه توارد ذا سوما ناحيه الخليه العصبيه، انما الاكسون بتشيل الاشاره العصبيه away from the soma. يبقى الدندرايتس toward الاكسون away، ده اهم سبب. الدندرايتس ناحيه الاكسون away. في الاكسون في حته مهمه جدا بتيجي في الام اس كيو اسمها اكسون هيلوك، بروز صغير كده في البدايه. دي اكتر حته اكسايتابل في كل النيرون، في كل النيرف سيل. لما بنستيميليت اي حته في النيرون تملي الاشاره العصبيه الاكشن بوتنشال بيطلع من الاكسون هيلوك، وهنعرف باذن الله مع السنترال نيرفس سيستم ليه من الاكسون هيلوك، لان دي اكتر حته اكسايتبل. طب ليه؟ لان اكتر حته عندها صوديوم شانلز، واحنا عارفين كهربه العصب اساسا هنعرف عن طريق الصوديوم، لما الصوديوم بيدخل بيعمل كهرباء هنعرفها في اوانيها، فعندها اللور ثريشولد. طيب تاني حاجة هندرسها ودرسناها قبل كده، الأعصاب تلات أنواع، إيه اللي هي ثيك مايلينيتد زي بتوع السوماتيك درسناها في السوماتيك نيرفس سيستم،
وبي مايلينيتد برضو بس ثين مايلينيتد، وسي هو ده النوع اللي ان مايلينيتد. قلنا ان البي والسي قابلناهم في الاوتونوميك نيرو سيستم، البي كانت البري جانجليونيك اوتونوميك نيرونز والسي كانت البوست جانجليونيك اوتونوميك نيرونز، انما الاي قلنا ان السوماتيك اسرع حاجه في ربنا اداها الاي. سرعات الاشارات العصبيه ده سؤال ام اس كيو مهم جدا، انا بقولها بطريقه سهله تبع للجيرمان سيستم، 110 واحد متر في الثانيه، حاجه صعبه تتنسي 110 واحد. تعال بقى الانجليش سيستم اللي هو الجامعات المصريه نظرا لان الانجليز قعدوا معانا اكتر من 70 سنه يهتموا بقى بديتيلز ملهاش لازم. يعني يقول لك ايه مثلا سرعه الاشاره في السي اكثر دقه بس ما تعنينيش كطبيب، وانا ايه قيمه المريض اعرف بالظبط السرعه كام؟ من نص ل 2 متر. طب ما واحد في نصها. البي من 5 ل 15 متر 10 في نصها. الاي من 70 ل 120 متر في الثانيه، طب ما 100 في نصها. يعني حتى بتصور لو جاب لك سؤال ام اس كيو بالطريقه اللي هي يعني فيها اعداد دقه حيث لا ينبغي الدقه بسميها، هما ما عندنا كده ناس تعمل كده، الدقه حيث لا ينبغي الدقه وعدم الدقه حيث ينبغي الدقه، زي في حكايه الهيموجلوبين لما قلنا لازم تبقى عارف ناقص قد ايه عشان يبقى عندك انيميا 2.5 لو كنت فاكر. فهنا حضرتك واسمع كلام العبد الله وثق انك هتبقى كويس، انت تحفظ 1 10 100، شوف الرقم اللي مديهولك، لو واحد في نصه يبقى دي سي، يعني بيقول لك نص ل 2 متر يبقى ده، يبقى 1 متر يبقى ده سي، 5 ل 15 يبقى 10 يبقى ده بي، 70 ل 120 يبقى ده ايه؟ يبقى هنا في سؤال ام اس كيو، السرعات 1 10 100 متر في الثانية، وكل عصب موجود فين؟ الاي حتى الاي الفا ده اسرع حاجة ده سوماتيك، البي ده بيبقى بري جانجلونيك اوتوراميك، السي بوست جانجلونيك اوتوراميك. يبقى ده تاني سؤال في الصفحة دي ام اس كيو. طب نيجي للسؤال الثالث ام اس كيو، كلها ام اس كيو، وزي ما بقول لك انا عارف الاسئلة وورد وايد سؤال سؤال، ومفروض الكورس بتاعي موجه بيز بركز على الامتحان، مش هنشرح وهنفاجئ بالاسئله، انت من اول دي عارف فين السؤال. الاكسون فيه حواليه تو شيث، مايلين شيث ده مش في كل الاعصاب، ده في الاي والبي بس، اهو اونلي ان اي اند بي فايبرز، هما المايلينيتد، الاي اللي هي ثيك مايلينيتد والبي اللي هي ثين مايلينيتد. ونيورولمال شيث ده موجود في كل الاعصاب اي وبي وسي. تقول لي فهمني ليه؟ فهمك الوظيفة هتشرح ان المايلين شيث ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن فات اهي اللي هي الحتت دي، والفات ده معروف ان هو انسوليتور للاينز، لا يسمح بمرور الاينز. طب واحنا الكهرباء في النيرفز بتعتمد على الاينز، حتى دي نقطة ممكن تتخرج وما انتش عارفها، ايه الفرق بين كهربة البيت وكهربة الجسم؟ كهربة الجسم أيونات، إنما كهربة البيت إلكترونز فائقة السرعة لأنها صغيرة جدا. كهربة الجسم بطيئة نسبيا عشان إحنا الجسم كله بيبقى أقصى حاجة 2 متر، يعني أقصى مسافة نمشيها 2 متر، مش محتاجين حاجة سريعة جدا. إنما كهربة البيت ممكن مثلا في السد العالي يجيب الكهرباء للقاهرة يبعد عنها 1000 كيلو، لازم يمشيها نو تايم. فكهربة البيت الكترونز فائقة السرعة، كهربة الجسم اينز بطيئة، اعتبر دي فقط المعلومات العامة. المايلين شيز ده انسوليتور يعني عازل للاينز وبالتالي لا يسمح بالكهرباء، لكنه انتربتد يعني غير موجود في حتت اسمها نودز اوف رانفير، وعليه الايونات والكهرباء لازم تنط من نود لنود، تنط من نود لنود، فبدل ما تتمشى هتنط، حاجة اسمها سلتاتوري كوندكشن، وده سؤال ام اس كيو. يعني في المايلينيتد الاينز بتتنقل ازاي؟ مش الاين يشد الاين لجنبه، لا ده لازم ينط من نود لنود، فيبقى الانتقال بالقفز سلتاتوري كوندكشن، يبقى سريع جدا. عشان كده المايلين شيث وظيفته ان هو بيعمل رابيد كوندكشن،
وفهمك أكتر ليه العصب بيبقى أسرع في الإي عنه في البي. كل ما العصب بيبقى أسمك الإيثيك مالنيتد، يبقى المسافة ما بين النود والنود أكتر، فالقفزة تبقى المسافة أطول فالعصب يبقى أسرع. يعني كل ما العصب يبقى مورثيك، مش بس يبقى مورثيك، والإنتر نودال ديستانس المسافة بين نود ونود بتبقى أكتر، فالقفزة تبقى أطول فالسرعة تبقى أكتر. فيبقى اتعلمنا عن المالين شيس نقطتين مهمين في الإمسكيو هم تحت، إنه موجود فقط في الأي والبي، وحتى قلنا ليه بالأي أسرع، مش لأنها ثيك التعبير الأصح، لأن الإنتر لأنها ثيك الإنتر نودال ديستانس كمان بالإضافة بتبقى أقوى، فدي 100 متر في الثانية، إنما البي 10 متر في الثانية. يبقى تاني نقطة ده وظيفته الرابيد كوندكشن. ليه قلت مش موجود في كل الأعصاب؟ لأن في السي ما فيهاش مايلين شيث، فيبقى موجود في A و B بس. وقلت جملة مهمة عشان برضو تفهم، طب ما السرعة حلوة، يعني ليه ربنا ما خلاش كل الأعصاب مايلينيتد؟ الإجابة واضحة في الرسم أصابك، دقق كويس. وعلى فكرة أنا مقياس الرسم مش مظبوط هنا، السي أرفع كتير جدا 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 من البي والإي. إن السي الأمانيتد فيها ميزة لا تخفل، إنها بتحتل مساحة صغيرة خالص لأنها مش لابسة مايلين شيس. فأقول لك معلومة يمكن كثير من الزملاء بيقولها خطأ، معظم الأعصاب في جسمنا من السي فايبرز، وعندي دليل بسيط في الأوتونومي. عدد البري اللي هو البي المايلينيتد الى السي اللي هي الثين اللي ارفع كتير جدا وامايلينيتد، قلنا السي 9 مرات قد البي في المتوسط، 9 في الخير 9 لواحد. فيبقى ليه ربنا الميزه اللي موجوده في الامايلينيتد بطيئه، بس فيها ميزه لا تخفل ان حجمها صغير، فلما يبقى عندنا مشكله سبيس واحنا عندنا في الجسم مشكله سبيس بنستخدم الارفع. وقلت في فقره المعلومات العامه مش عليك الكلام ده، لو كان كل الفايبرز في جسمك مايلينيتد كان النخاع الشوكي هيبقى بتخت الترانك جذع الجسم، تخيل يعني لما تمسك حط ايديك في وسطك كان هيبقى هو ده النخاع الشوكي، وعليه كان هيبقى الانسان قد الديناصور، والديناصورات انقرضت لعدم واكبه حجمها مع الجاذبية، بتعمل مجهود رهيب عشان تمشي وتاكل، فانقرضت من 65 مليون سنة بسبب النيزك اللي ضرب في الكرة الأرضية. فأكثر أنواع الأعصاب في جسمك اللي هي السي، صحية أبطأها 1 متر في الثانية، لكن فيها ميزة، وحتى قلت بخاس الرأس مش مظبوط، يرفع جدا جدا، بس أنا عشان ألاقي مكان أكتب فيه رسمت ترفع شوية. دي أكثر أنواع الأعصاب. طب تعال بقى النيورو لما نشيف، وده معمول من الشوان سيلز. شوان ده راجل ألماني جيرمان اكتشف الشوان سيلز دي في القرن 19. الشوان سيلز دي اللي بتعمل مايلين شيس. يعني ازاي؟ قلت لكم زي توب القماش، يعني تخيل كده الراجل بعد ما يفرجك قماش ما انت مش عاجبك بيروح لافف التوب على عصاية، فالشوان سيلز دي بتلف المايلين شيث حوالين الأكسون. وعليه مين اللي بيعمل المايلين شيث؟ سؤال برضو مهم في الام اس كيو. اللي بيعمله الشوان سيلز اللي هي اساسا في نفس الوقت هي النيورو ليمال شيث، لو لفت تعمل مايلين شيث، ثبتت يبقى العصب امايلينيتد. عشان ده سؤال مهم، لان ممكن طالب تقول له اللي بيعمل المايلين شيث هو الشوان سيلز، طب يبقى الامايلينيتد فايبرز؟ الطالب العادي اللي ما بيفكرش يقول لك ما فيهاش شوان سيلز، لا فيها شوان سيلز لانها بتعمل نيورو ليمال شيث بس ما بتلفش ان اكتف. يبقى ده السؤال ام اس كيو. نيجي بقى النيورو ليمال شيث، وعلى فكره كلمه نيورو ليمال ممكن تتكتب بالاي وممكن بالاو، عشان كده انا كاتبها لك اهو، السبيلنج نيوري او نيورو ليمال شيث والاثنين صح. دي وظيفتها الريجنريشن، لما العصب يتقطع يحصل له ريجنريشن. واحد يقول لي مش انت قلت يعني يعاد تكوينه ان النيرف سيلز دي هي والمسل سيلز ستاتيك، لو باظت ما نقدرش نكون غيرها؟ قلت طبعا، انا ما بقولش نيرف سيل، انا بقول نيرف فايبر. طيب قال لي شبهها لنا بتشبيهاتك الطفوليه السهله، بص على الرسمه بتاعت النيرف
زي الثعبان بالظبط. اعتبر السومة ده رأس الثعبان، الديل ده ديل التعبان. كلنا من الحياة عارفين انك لو ضربت ديل التعبان، قطعت ديل التعبان ما بيموتش، ينمو ديل اخر. هنا بقى النمو مين اللي بيجايدد، مين اللي بيرشده، مين اللي بيعمله؟ النيورولمال شيف. عشان كده قلنا ان النيورولمال شيف مهمة للريجينريشن اوف اول نير فايبرز. طيب بينما لو ضربت السومة، ضربت راس التعبان، بوظتها، مات التعبان، ما يتعملش غيرها. يبقى ما فيش تعارض ما بين ان انا بقول النيرف سيلز استاتيك لو ماتت ما يتكونش غيرها، وان النيرف فايبر، فايبر الاكسون لو قطعته يتكون غيره. بمساعدة مين بقى؟ النيورولمال شيف اللي هي معمولة منين؟ من الشوان سيلز، لدرجة ساعات يسموها في كتب اخرى الشيف اوف شوانز. طب فكر معايا بالعقل، احنا لو اتقطع نيرف فايبر عاوزين يعاد تكوينه طبعا، امال هو كان موجود ليه بالاصل؟ طبعا اي نيرف فايبر اتقطع نفسنا يتعمل تاني. عشان كده ربنا خلاها في اول نيرفز. يبقى شوف الفانكشن فهمتني الاستراكشر، والاستراكشر فهمني الفانكشن. يبقى المالين شيث بتاع الكوندكشن، مش كل الاعصاب عاوزها سريعه، لان لو كل الاعصاب فيها مالين شيث مش هيبقى في مكان يكفي اللي احط كل الاعصاب. فعش كده المالين شيث موجود في الاي والبي بس، ومهم في الرابيد كوندكشن. سؤال مسكي مهم جدا. والسؤال الثالث في المالين شيث، مين اللي بيعمله؟ الاكتف شوان سيلز. الاكتف لو لفت حوالين الاكسون بتحط المالين شيث، بينما النيورولمال شيث ده بتاع ريجينريشن، وبعدين موجود عشان في اول نير فايبرز. كل نيرف لما تتقطع الفايبرز عاوزها تتكون تاني. والسؤال هنا برضو، طب هل الامالينيتد فايبرز فيها ولا ما فيهاش شوان سيلز؟ طبعا فيها، لان النيورولمال شيث ما هي الا شوان سيلز، بس في حاله الامالينيتد بتبقى الشوان سيلز دي انكتف. دي اسئله ام اس كيو مهمه جدا يا شباب. تقل بقى للبروبرتيز اوف نيرف. النيرف هاز جوت تو بروبرتيز، عنده خاصيتين، اكسايتابيليتي اند كونداكتيفيتي. الاكسايتابيليتي هناخدها يمكن في محاضرتين او ثلاث محاضرات غير المحاضره دي، باذن الله محاضرتين غير دي. انما الكونداكتيفيتي هتاخد اخر 10 دقائق في المحاضره الثالثه باذن الله. فنبتدي بالاكسايتابيليتي. ما هي الاكسايتابيليتي؟ هي قابليه الاستجابه، دي باور تو ريسبوند تو ان اديكويت ستيمولس. يعني الترابيزه المنضده اللي قصادي دي لما اخبط عليها كده ما استجابتش، اخبط ما تستجبش. لكن بتصور لو حضرتك قاعد جنبي وانا خبطتك خبطه صغيره كده 100% هتستجيب. يبقى الاكسايتابيليتي دي خاصيه الاحياء، it is the power to respond to an adequate stimulus. طيب يبقى الاكسايتابيليتي في كلمه واحده حتى، هي response، هي الاستجابه، the power to respond to an adequate stimulus. طب ما هو تعريف الاستيمولس؟ الاستيمولس هو sudden change in the environment، يعني تغير سريع في الانفايرمنت. وشوف انا بحب الدقه، يعني في الاكسايتابيليتي اي هوب يبقى البث شغال يا شباب، مش عارف حاسس كده ان في حاجه غريبه شويه، بس اي ثينك ان هو شغال. تاني، الاكسايتابيليتي هو الاستجابه، يبقى نقولها كامله بقى. طبعا الاستجابه لازم تبقى لمؤثر كافي، دي باور تو ريسبوند تو ان اديكويت ستيمولس. ليه؟ افهم الدقة. أنا مثلا في الدور ال 28 هنا، 100% واحد بيتكلم في الشارع تحت، ولا عندي، لا أدري عنده أي شيء حتى لو أنا واقف في البلكوني. يبقى لازم عشان أستجيب يبقى الاستجابة لأديكوت ستيمولس. يبقى تاني، يبقى تعريف الاستجابة حاجتين عشان بحب الدقة، دي باور تو ريسبوند تو أن أديكوت ستيمولس، دي باور تو ريسبوند تو أن أديكوت ستيمولس. طب ما هو الاستيمولس؟ برضه أحب الدقة، sudden change in the environment، يبقى تغير سريع في الانفايرمنت. والاستيمولاي انواع يا شباب، في ميكانيكال لو انا دفعتك زقيتك ده ميكانيكال ستيمولس،
في كيميكال. لو حطيت في بقك حاجة حلوة أو حاجة مالحة ده كيميكال استيمولس. لو حطيت في ثيرمال، لو حطيت إيدك في مياه ساقعة أو مياه سخنة ده ثيرمال استيمولس. لو حطيت إيدك في الفيشة ده إلكتريكال استيمولس. So we have four types of stimuli. كل ده كلام فارغ ما تضيعش وقتك فيه. إحنا في النيرف بنحب نستخدم أنهي استيمولس اللي أنت ما عجبكش في الأربعة. الإلكتريك هو ده البريفيرد stimulus for us اللي بنستخدمه. ده سؤال في العملي هتتسأل ليه بنفضل electrical stimuli. هتقوله لي ثلاث أسباب. أولا إنه يشابه طبيعة الإشارة العصبية. الإشارة العصبية كهربا فبنحب نستخدم كهربا. It's similar to the nature of nerve impulse. ثانيا إنه سهل جدا نحسب الشدة بتاعته والمدة. It's amplitude او magnitude يعني شده اتنين بنفس المعنى او intensity كل ده نفس المعنى amplitude magnitude intensity وduration اللي هو time المده can be easily controlled and measured يعني نتحكم فيها ونقيسها الباقيين لا مش بالسهوله دي. تالت ميزه ان الالكتريكال ستيمولاي دو نوت دامج ذا نيرف يعني لما ادي النيرف كهرباء ما يبص في التجربة المعملية لكن لو جيت عصاية وديته ميكانيكال ستيمولس ممكن اقطعه يبقى الالكتريكال ستيمولاي دو نوت دامج ذا نيرف. يبقى ثلاث اسباب خلتنا نستخدم الالكتريكال تبقى تسمعها يعني للعملي وهنقولها يمكن يبقى باذن الله في يوم من الايام نعمل محاضرة لان العملي اساسا له يعني بيز نظري هنبقى نعملها باذن الله اذا كان في العمر بقية. يبقى دي كانت أول صفحة ما أقدرش أضيع فيها محاضرة يا شباب. يبقى تاني في عجالة كده نقولهم بسرعة لأني عارف إن ممكن ترجع بس في عجالة. إن أول سؤال MSQ اللي هو النيرف سيل دي الـ structural unit of nervous system أمال مين الـ functional unit reflex arc. حتى كان في سؤالين إذا كان مونو سينابتك مونو في سينابس واحدة يبقى نو انتر نيرون الأفرين بيلتقي مباشرة بالإفرين لو في وان انتر نيرون بقى متصل بالأفرين أدي سينابس وبالإفرين أدي سينابس بقى بولي سينابتك مراجعة هي. طيب تاني سؤال في الإمس كيو احنا قلنا بقى الخلية العصبية دندرايت وسوما وأكسون مش هنضع وقت. تاني سؤال أكسون هيلوك دي الحتة اللي بيطلع منها الأكشن بوتنشال اللي هي في بداية الأكسون النتوء ده البروز اكسون هيلك يعني بروز في بدايه الاكسون لانها عندها اللويست ثريشولد لان عندها الماكسيمم اكسايتابيلتي لان عندها اكبر عدد من الصوديوم شانلز. طيب ثالث سؤال ان الاعصاب ثلاث انواع A و B و C كل واحده فيها سؤالين ام اس كيو لازم الاول تعرف دي فين ودي فين ودي فين. الA على وجه التحديد الA دي أنواع ألفا وبيتا وجاما أنسون ودلتا أحسن نوع الA ألفا ده بتاع السوماتيك إنما الB بري جانجليونيك أوتونوميك والC اللي هو أمالينيتد بوست جانجليونيك أوتونوميك. لاحظ الB ده ثين مالينيتد الB ثين مالينيتد الC أمالينيتد. طب تاني سؤال في الMSQ هنا السرعات 110 واحد. السؤال اللي بعد كده في الام اس كيو ان في نوعين من الشيث في مايلين شيث وفي نيورولمال شيث. المايلين شيث اول سؤال في الام اس كيو بعض الاعصاب بس A و B فايبرز الA ثيك مايلينيتد والB ثين مايلينيتد وده مسؤول عن الرابيد كوندكشن هنا 100 وهنا 10 قلت لك بتعتمد على ايه مش الثيكنس. الثيكنس ادت مصاحبها المسافة بين نود ونود انت نود الديستانس اكبر في ايه فالقفزة اطول منها في بي يبقى دي بتاعت الرابيد كوندكشن. طب وقلنا ليه ربنا ما عملش كل الاعصاب حتى انت فاهمها ما حدش عمره هيسألها لك. ده في ناس بتغلط فاكرة ان سي دي قليلة في الجسم سي دي اكتر حاجة ان ما تاخدش مكان واحنا عندنا مشكلة في المكان في الجسم. اقول لك حاجة في الهيستولوجي بيرسموا لك الخلية كده فاضية وفيها 3 4 اورجانيل هذا خطأ. ال 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 الخلية مزدحمة بالأورجانيلز مفيش مكان خالص عشان كده بنحرك الأشياء جواها في تيوب كده زي الصابوي اسمها مايكرو تيوبولز تعمل حركة اللي داخل واللي خارج من خلالها دي الصابوي لأنها زحمة 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 زي مدينة القاهرة زي نيويورك زحمة جدا لازم سيستم من صابوي رهيب.
عشان كده هو اللي يناسبنا السي فايبرز لانها رفيعه ما بتاخدش مكان. طيب مين اللي بيعمل الماين شيث؟ السؤال اللي بعد كده اللي بيعمله هو الشوان سيلز، قلت لك الراجل الالماني سنه في القرن 19. نيجي للنيورولمال شيث اللي هي في نفس الوقت هي بيسموها الشيث اوف شوانز. طب دي موجوده في كل الاعصاب اول نيرف، يبقى الطالب ذكي حتى الامالينيتد فيها شوان سيلز. بس ده سؤال مش مهم، بس ان اكتف ما بتلفش ما بتحطش ماين شيث. طب ايه قيمه النيورولمال شيث او الشيث اوف شوانز؟ ان لما النيرف فايبر يتقطع تعمل له ريجينريشن، انما النيرف سيلز لو باظت ده ستاتيك، ده في حاجتين ما تعرفش تستعيدهم، النيرف سيلز والماسل سيلز. فدي انا اي عصب يتقطع عاوز اعمل له ريجينريشن، فموجوده في كل الفايبرز. بعد كده قلنا ان النيرف عنده خاصيتين اكسيتابيلتي وكوندكتيفيتي، بدانا بالاكسيتابيلتي التعريف كان كلمتين، ذا باور تو ريسبوند الاستجابه لمؤثر كافي، الاستجابه لمؤثر كافي. طب ما هو الاستيمولس؟ سادن تشينج ان ذا انفايرمنت، تغير سريع في الانفايرمنت، سادن تشينج ان ذا انفايرمنت. وانواعه قلنا اربعه وبنختار الالكتريكال، ليه مش هنعيد دي انت تسمعها تاني. اقلب الصفحات من فضلك. تدي لا أجيع سرا يا شباب لما أقول لك إن النيرف في النظري للناس اللي عندها امتحان نظري ما فيهوش غير 7 أسئلة لا يخرج عنهم الامتحان وورد وايد، حتى أنا هرمرهم لك 1 2 3 عند رقم 7 وأوفر ديكيدز من التدريس هيحصل ثقة وأنت حاسس بالثقة من عدد الناس اللي بتتابع. 7 أسئلة فقط في النيرف النظري، ادي اول واحد فيهم باذن الله. Factors affecting effectiveness of an electrical stimulus، العوامل التي تؤثر في كفاءة المؤثر. Factors affecting effectiveness يعني الكفاءة او التأثير of an electrical stimulus. يوجد ثلاث، ده اول سؤال نظري، 3 عوامل تؤثر في كفاءة المؤثر. 1 اللي هو rate of rise of stimulus intensity، معدل التزايد في قوة المؤثر، يعرفينها من الحياة. لو أنا عندي threshold value في قيمة معينة، threshold يعني مدخل لازم أوصلها عشان يحصل استجابة، لو وصلتها بسرعة أحسن ولا ببطء أحسن؟ فكر وجاوب. أنا أتصور بسرعة، لأني لو عاوز ألقي الروع في نفسك من الحياة الفسيولوجي كما الحياة أروح خضك مرة واحدة، إنما لو قعدت علي صوتي شوية 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 عارف هيحصل لك إيه؟ أهي مكتوبة قصادك. لو سلو هيحصل لك أكوموديشن، تكيف أو أدابتيشن. يبقى الرابيد رايز أوف ستيمولس انتنستي، التزايد السريع في الستيمولس انتنستي هو ده اللي ادى ريسبونس، انما السلو عمل ظاهره اسمها اكوموديشن او ادابتيشن ومعناها التكيف، وهنشرحها ليه بعد كده. تاني وتالت عامل في كفاءه المؤثر اللي هما 100% السترينث الشده بتاعته و100% الديوريشن المده بتاعته، وهذان العاملان لا يمكن الفصل ما بينهما، مقدرش افصلهم عن بعض. فعش كده العامل الثاني والثالث هناخدهم مع بعض في منحنى اسمه strength duration curve، strength duration curve، لانه ما اقدرش افصلهم من بعض. وهنا عاوز اقول لك حاجه، ممكن السؤال ده الاول في النيرفال ماسل ما يجيلكش factors affecting effectiveness، العامل التي تؤثر في كفاءه المؤثر، لا في الاغلب يجيبوا لك على طول اشرح السترينث duration curve. ودي أول مرة يا شباب نلتقي ونشرح مع بعض منحنى اللي هو الـ strength duration curve، فعاوزين نتعلم حاجات مع بعض. بيجي أي منحنى الجملة رقم 1، الجملة الأولى محجوزة تقول لي هتمثل إيه على الرأسي وهتمثل إيه على الأفقي. ده ملهاش دعوة بالطب، ملهاش دعوة بالفسيولوجي،
لو انا قاعد في برنامج تلفزيوني وهتكلم على مثلا منحنى السكان، لازم تشرح لي انت حاطط ايه على الرأسي وحط ايه على الافقي. هذا المنحنى ومع شقت مثل عشق لنظام هشرحه في 5 نقط. ليه بقول 5 من الاول؟ تعلمناه منتال ست، وياريت الزملاء يسمعوني ويشرحوا بنفس الطريقة. التهيئ الذهني، ان الطالب بيعد معايا على صعبه، فدي بتخلي التذكر احسن. منتال ست، وهنقولها في السيكولوجي لما هنشرح ازاي تقدر تريتين المعلومات تحتفظ بيها وتريتريف تسترجعها. واحدة منها ان قبل ما تاخدها يبقى عندك منتال ست، فانت مهيئ ان في 5 جمل. الجملة رقم 1 محجوزة، حضرتك هتحط ايه على الرأسي في مقابل افقي. المنحنى اسمه strength duration curve، فكثير من الزملاء وقعوا في خطأ، قالوا هنحط الstrength في مواجهة الديوريشن، اسمه strength duration، وهذا كلام غير دقيق. هنا تاخد عليه صفر يبقى كتير. احنا مش هنحط الstrength في مواجهة اي مدة، في مواجهة المينيمال تايم needed to excite. طالب قال لي اشرح لي، انت بتحب تفهمنا. لو انا قلت مؤثر قوته اس، لازم اديه على الاقل 2 عشان يدي استجابه. طب اوكي، طب ولو اديته 3 100% هيدي استجابه، 4 زياده الخير خيرين. يبقى الاس دي بتدي استجابه ب2 وب3 وب4 وب5، حضرتك هتاخد انهي مده فيهم؟ يبقى ما خدتش ديوريشن، خدت اقل مده، المينيمال تايم. ادي اول خطا بيقع فيه مش الطلب، الزملاء بقى تشوفوها، يدخل يحط لك المنحنى يقول لك اسمه سترينث ديوريشن، انا هحط السترينث اجينست الديوريشن، في حين احنا بنحط السترينث اجينست المينيمال تايم. كانت دي اول نقطه، يبقى فاضل 4 نقاط. الاربعه بديهيات. واحد يقول يعني مش فاهم، في فرق يا بابا بين البديهيه والحقيقه. البديهية يعني انت عارفها من غير ما اقولها، انت عارفها، تصور الاربع حقائق اللي انت عارفها. الحقيقة لازم اقولها لك، تسمعها مرة وتتحقق منها. واحد يقول لي طب اعمل لنا تجربة كده ان احنا فعلا الحقائق دي بديهيات. هاجي الاربع جمل اللي فاضلة، الجملة الاولى فيهم هقولها بعربياتنا عشان ما نضعش في غياهب اللغة. انا هقول وانت هتكملها، مش هكملها انا. من المؤكد أن المؤثر الأكثر شدة يعطي استجابة في زمن، أنا ما كملتش، المؤثر الأكثر شدة هيعطي استجابة في زمن، أنا سامعكم كلكم، أقل. يبقى نقولها الإنجليش، the stronger the stimulus the shorter the time needed to excite، the stronger the shorter. يبقى العلاقة إيه؟ عكسية، كل ما المؤثر يبقى أقوى هيدي استجابة في زمن أقل. تعالى نتعلم في علم المنحنيات، أما تبقى العلاقة طردية يبقى المنحنى صاعد، لكن لما تبقى العلاقة عكسية يبقى المنحنى زي ما أنت شايفه هابط، إنه كل ما السترينث بيزيد الديوريشن بتقل، المدة بتقل، كل ما الشدة تقل تحتاج ديوريشن كتير، الشدة تزيد تحتاج ديوريشن قليل. بس ليه الأوائل لو قلتها بالصورة دي ناقصة؟ The stronger the stimulus the shorter the time، لازم تقول within limits، ودي برضو بديهية. 100% في حد أدنى للسترينث، لو نزلت عنه حد أدنى للشدة مفيش منحنى خالص، بقولها لك من الحياة عشان شرحي زي بقول كله طفولي. أنا بكلمك سامعني، هوطي صوتي دلوقتي انا بتكلم بس انت ما سمعتنيش. ليه؟ لانه في مينيمال سترينث، انا نزلت تحت المينيمال سترينث، وبنفس المنطق في مينيمال تايم عشان ادي استجابه. واحد يقول لي يعني ايه مينيمال تايم؟ ادي مثال حتى طفولي جميل جدا. ايه رايك النار دي مؤثر قوي ولا مش قوي؟ مؤثر قوي، المفروض تستجيب ولا ما تستجيبش؟ وتستجيب. ايه رايك بقى ان انا لو ايدي ما قعدتش في النار مينيمال تايم مش هحس بيها خالص؟ واحد قال لي ايه الكلام؟ ايه الكلام ده؟ انا تخيل قصادي موقد اهو. تخيل ده موقد اهو، طالع منه نار، شايف؟ يلا العلبه دي فيها ايه؟ فيها فيل. في نار اهو.
وادي صباعي، ايه رايك لو مررت صباعي بالسرعه دي على النار؟ ما حسيتش خالص ان في نار. عارف ليه؟ لانه ايدي ما قعدتش مينيمال تايم. يبقى مهما كان مؤثر قوي نار عشان احس بيه لازم اقعد مينيمال تايم. يبقى زي ما في مينيمال سترينث في مينيمال تايم، تمام؟ عشان كده قلنا للاوائل تقول ذا سترونجر ذا شورتر، ذا سترونجر ذا ستيمولس ذا شورتر ذا تايم تكملها within limits. ودي فهمتني. يبقى المنحنى لن يلتقي بالمحور الافقي لان في مينيمال سترينث اهو، ولن يلتقي بالمحور الراسي لان في مينيمال تايم. يبقى لازم المنحنى اللي فاهم في علم المنحنيات يبقى شكله ربع دايره. شوف العظمه في التفكير والفهم. يبقى الجمله الاولى قالت لي شكل الكيرف، اعيدها تاني، انتوا عارفينها، ذا سترونجر المؤثر الاقوى يعطي استجابه في زمن، انت قلت اقل، يبقى العلاقه عكسيه، يبقى المنحنى هابط. طب شكله ايه، خط ولا ربع دايره؟ انت قلت within limits واقنعتك بيها. في حد ادنى للشده لو صوتي واطي مش هتسمعني، وحد ادنى المده لو ايدي ما يضرب بسرعه جدا في النار ما حسيتش. يبقى في حد ادنى للشده وللمده، يبقى المنحنى لا يلتقي لا بالراس ولا بالافقي، يبقى ما ينفعش يبقى خط، لازم يبقى ربع دايره. هو ده الفهم في الفسيولوجي، وفيما عداه ضرب من ضروب التهريج. عايزين الناس فاهمه. المعلومه الثانيه، طب انت قلت within limits وقلت دي بديهيه، في حد ادنى للسترينث اهو، لو نزلت تحته مفيش كيرف خالص. المينيمال سترينث اللي هو يسموه ثريشولد ستيمولس هنسميه ريو بيز. ريو بيز، وهي كلمه من شقين، ادي معناها هي كاتبها لك على الجنب. ريو بيز، ريو يعني كهرباء، بيز يعني البيز قاعده، اقل كهرباء، اقل كهرباء ممكن تؤثر اسمها الريو بيز. دي تاني معلومه. ومن المؤكد ان اقل شده، انت هتكمل، ما هي صح، اقل شده تحتاج مده طويله ولا قصيره؟ تحتاج اطول مده، اسمها يوتيلايزيشن تايم، كاتب لك الاختصار الناحيه الثانيه، يوتيلايزيشن تايم. دي الحقيقه الثانيه، بديهيه برضه ان في حد ادنى للشده. طب الحقيقه الثالثه بديهيه، ما احنا قلناها، في حد ادنى للمده اللي هي التي، لما قلنا المثال بتاع النار فنسميها مينيمال، التي دي اللي هي التايم، مينيمال تايم نيدد. نيجي لاهم حاجه عاملها باللون الاحمر، الرابعه والاخيره، اللي هو الكروناكسي. ما هي الكروناكسي؟ هي التايم نيدد بالدبل ترابيز، ذا تايم نيدد باي دبل ترابيز، ومؤثر شدته ضعف الرابيز. دي اهم حاجه في الكيرف، الكيرف ده احنا بناخده في الطب عشان الكروناكسي دي، اللي هو تايم نيدد باي دبل ترابيز. اولا كلمه كروناكسي ساعات طالب في الام اس كيو يقول هي الدبل ترابيز، لا، الكروناكسي هي التايم، تايم نيدد باي دبل ترابيز، ما هياش دبل ترابيز، هي تايم، هي وقت، وقت نيدد باي دبل ترابيز، كلمة أنت عارفها ومش عارف إنك عارفها. واحد يقول لي إيه الكلام ده؟ يعني إيه عارفها ومش عارف نعرفها؟ أنا ما أعرفهاش. ما أعرفش إن كروناكسي عن تايم، لا تعرفها. طب اثبت لي. فلان يعاني من كرونيك ديزيز، ترجم إلى عربيتنا، ديزيز مرض، كرونيك مزمن، يبقى كروناكسي هي الزمن، هي الزمن، تايم، كرونيك يعني مزمن، كروناكسي از تايم نيدد باي دبل ترابيز. النقطة الأهم، طب ليه دي أهم نقطة في الكيرف؟ لأن الإكسايتابيليتي لما نعوز في الطب في المستشفيات في العيادات نقيس الاستجابة بتاعة أجزاء الجسم المختلفة، وإحنا قلنا أكتر عضوين في جسمك عندهم إكسايتابيليتي، عشان كده الجهاز بيستخدم في دول، النيرف والماسل. أكتر اتنين عندهم اكسايتابيلتي، لما نعوز نقيس الاستجابة بتاعت الأعصاب بتاعتك، بتاعت العضلات بتاعتك، ما عندناش غير الكروناكسي. طب هتقولي ازاي؟ فهمني. حضرتك عاوز أشوف الاستجابة بتاعتك مقارنة باستجابة الأعصاب بتاعتي،
فعملنا تجربة لطيفة جدا، همسك النيرف بتاعك واديله مؤثر، وامسك النيرف بتاعي واديله نفس شدة المؤثر. شوف حاجة عادلة اهي، احنا الاثنين خدنا نفس شدة المؤثر، والطبيب يقيس الاستجابة، يمسك ساعة ستوب ووتش يشوف الاستجابة حصل بعد قد ايه. وبديهية تفتكر اللي هيستجيب اسرع، اللي الكروناكسي بتاعته هتبقى اقصر، يعني زمن الاستجابة بدبل درابيز اقل، هيبقى استجابته ايه؟ ان انا استجبت بعد 5 ثواني لما ادوني دبل درابيز، وحضرتك بعد ثانيتين.